بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. من سفر يشوع ابن نون في الاصحاح الخامس نقرا ابتداء من ايه 13 حتى ايه 15 بركته على جميعنا امين. وحدث لما كان يشوع عند اريحا أنه رفع عينيه ونظر، وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده، فصار يشوع إليه وقال له: هل لنا أنت أو لأعدائنا؟ فقال: كلا، بل أنا رئيس جند الرب الآن أتيت. فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد وقال له: بماذا يكلم سيدي عبده؟ فقال رئيس جند الرب ليشوع: اخلع نعلك من رجلك، لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس. ففعل يشوع كذلك، مد بالثالوث الأقدس إلهنا دائما أبديا آمين. الآيات التي قرأت على مسامعكم هذا المساء المبارك تروي لنا حادثة غريبة جدا. فعندما خرج يشوع ابن نون وهو قائد جيش وهو خليفة موسى النبي وهو الشخص الذي يحمل من الإيمان في قلبه الكثير جدا، فقد عظم الرب الصنيع معه ومع بني إسرائيل بقيادته. حدث أنه خرج ونظر إلى فوق فرأى شخص مهيب، ربما في البدء لم يتبين من هو، ولكن بعد حين وبإرشاد وبإرادة إلهية بدأ يتعرف على الشخص المبارك هذا. هذا الشخص ملامحه غريبة، فهو رئيس جند الرب وهو يمسك سيف، منظره مهيب جدا، أو منظره نستطيع القول كرجل حرب. تسبب هذا المشهد في حوار دار بين يشوع وبين هذا الشخص الرائع، وسألوا بطبيعة الحال وبطبيعة بشرية: لنا أنت أم لأعدائنا؟ وأجابه إجابة وضعت أمام عينيه حتى يفهم كل ما أرادوا منه هذا المبارك. قال له: أنا رئيس جند الرب، الآن أتيت. فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد وطلب الأوامر من هذا الشخص المبارك في هيئة إنسان. وحينما أخذ أمر نفذه بسرعة وسمع الكلام، قال له: اخلع نعليك. ففعل يشوع كذلك سريعا جدا. عايز اتكلم النهارده بعنوان حوار وقت الحصار. حوار وقت الحصار. هقول اول كلمه: عيون مرفوعه. عيون مرفوعه. آية 13، واحنا خدنا 3 آيات بس، إنما بقية الحوار في الإصحاح اللي بعد والشرح والتفاصيل والقصة كلها.
إنما في الثلاث آيات دول 13 بتقول وحدث لما كان يشوع، طبعا يشوع كلمة عبري معناها يهوه يخلص، عند أريحة، وكانت أريحة مدينة تشتهر أكثر ما تشتهر به إنها ليها أسوار عالية جدا، أسوار عالية. كان في الوقت ده اللي حاصل إيه؟ بني إسرائيل اللي ربنا عداهم بيد قوية وزراع رفيعة البحر الأحمر، طلعوا من البحر الأحمر في اتجاه أرض كنعان، وهم في السكة الناس يعني هيبقوا مبسوطين وفرحانين بيهم أبدا، فهم معديين بدأوا يعدوا على مناطق وشعوب وأمم وعماليق وهكذا. في الطريق لأرض الموعد عدوا من قدام أريح، وبدأوا يقفوا في وقت كده يفكروا الأسوار الضخمة جدا دي إزاي يقدروا يخترقوها، ده بتتفتح بمعاد أبوابها وتتقفل بمعاد تحت حراسة مشددة، ولما يتعرف إن في حرب أظن ما تتفتحش خالص وتفضل المدينة تحت الحصار. فخرج يشوع يبص كده، وانت عارفين إن أغلب الشبان أغلبهم مات في 40 سنة توهان في برية سينا، الاثنين اللي دخلوا أرض الموعد يشوع بن نون وكالب ابن يفنة. خرج يشوع كقائد خليفة لموسى النبي، وجواه أحاسيس شديدة ومشاعر إن الراجل لوحده من غير مين؟ من غير موسى النبي. انت عارفين موسى ده يعني الاخر نفس في حياته، لو اتساب جثمانه كانوا اليهود عبدوه من شدة ما هو ايه شخص عظيم جدا. ولكن يشوع خليفة موسى النبي بدأ يتحرك والشعب وراه، وصلوا الأريحة بدأوا يحصوا أريحة ويقفوا قدامها محتاسين ومحتارين هيعملوا ايه، ولكن واثقين ان اللي طلعهم من البحر الأحمر لازم يعمل معاهم ايه حاجة كده غير اعتيادية. وأظن إن اللي بيعتاد على أساليب ربنا الغير عادية بيقدر يختبر منها حاجات كتير، إنما اللي كل مرة عايز من ربنا حاجات بنفس الطريقة بنفس الأسلوب المباشر السهل على العقل البشري ومقاساته، أقول هيفضل ربنا يعامله كطفل في الإيمان. فخرج عملاق في الإيمان هو يشوع. وأنا عايز أقول لكم كلمة قالها واحد من المشاهير اسمه رالف أميرسون عن الإيمان، قال الداء الذي نعالجه اليوم هو الحاجة إلى الإيمان، لا إحنا عايزين نعالج كورونا ولا عايزين نعالج غيره أكتر من إننا عايزين نعالج إيه؟ الاحتياج للإيمان. ممكن واحد مؤمن يوصل السماء وكان عنده قبل ما يوصل السماء كورونا، إنما لو مش مؤمن وعنده كورونا مش هيشوف السماء أبداً. كورونا فيروس مش هيشفع في إنسان أبداً. وإذا اعتبرناه إنه جو تأديب أو عصا تأديب من ربنا نفسه، أقول لكم يبقى عايز الناس ترجع تمسك في الإيمان كويس، وبدون الإيمان لا يمكن إرضاءه. حدث لما كان يشوع بيتفقد أسوار أريحة تدخل منين، تتهدم ولا لأ، إزاي يغزو البلد دي، خرج كده يتمشى وهو محمل بمشكلة صعبة جدا. لو قال لهم خلاص سيبكم من أريحة بلاش نهزم أريحة
تبقى ايه المشكله؟ المشكله ان عنده أريحة دي جيش في ظهره هو وبني إسرائيل. لو سابها كده وقال هنعدي نمشي الناحية دي نروح نشوف اللي بعديها، دولة يخرجوا عليهم ويروحوا ضربينهم من ظهرهم ويقتلوهم كلهم ويموتوا بسبب إنهم سابوا أريحة في حالها. فإذا مفيش خيار، لازم يهزموا هؤلاء الأعداء. طب نفرض ان بني اسرائيل بعد عبورهم البحر الاحمر لقوا كل ما يجوا يعدوا من قدام بلد اهلها يرحبوا بيهم ويقولوا لهم اتفضلوا ادخلوا على الرحب والسعه، وعدوا من وسطينا ووصلوا الارض كنعان، او كانت الحكايه تبقى زي الفل، يا ريت كان يروح معدين كده في سلام وامان. امال الناس ما كانتش بتوافق ليه؟ عماليق مثلا ما كانوش بيوافقوا ليه؟ أقول عشان حاجة مهمة أنا. البشر ليهم أسلوب في التفكير، فلاقيين جيش ضخ هيعدي من وسط بلادهم يروح قايلين إيه ده؟ دولت جواسيس ودولت ما مش من ديننا، يبقى ما ينفعوش إيه؟ يعدوا من وسطينا، لأحسن يبلطجوا ولا يبقوا ضيوف تقال على بلدنا ويفضلوا ايه عايشين يتجوزوا ويسهروا من بناتنا، ويبقى اللي مش بيعبدوا الاله بتاعنا بداوا يتجوزوا من بناتنا وتبقى المشكله. يعني ده كان تفكير الناس وبيخافوا منهم كقوه حربيه انها تجوز اراضيهم فيبتدوا يحاربوهم. عشان اكيد في يوم من الايام فكرتوا هو ليه الحروب دي كلها عشان يوصلوا ارض كنعان؟ عشان الناس اللي قصادهم بيفكروا بالاسلوب ده، لكن لو رحبوا بيهم هيقولوا لهم على الرحب والسعه ويروحوا داخلين ويا دار ما دخلت شر. فبيقول الكتاب ان رجل الايمان يشوع خرج قعد يتفرج كده ويتفقد احوال اسوار اريحه يتعامل معها ازاي، ويا ترى الجيش اللي جوه الاسوار الضخمه دي يطلع قد ايه، ويا ترى الاموريين والعمالقه والغيرهم وغيرهم هيحاربهم ازاي، ويا ترى ربنا يقف معاهم المره دي ولا لا. الراجل كان مشغول بكل هذه الافكار، وقال له يكون فعول كل رئيس قدام الحمل اللي بيبقى شيء. فهو ماشي بالشكل ده بدأ يحصل ايه؟ بدأ يلاقي هيئة رجل حرب. أول فكر يفكر فيه ايه؟ يقول لك ألنا أنت أم لأعدائنا؟ يعني أنت جاي تتفقد أنت راخر لحساب أريحة وتشوف جيش بني إسرائيل قد ايه؟ وتشوف العداد بتاعتهم قد ايه؟ ولا أنت معانا؟ طب لو معانا هتديني أمارة، قول لي أنت معانا إزاي؟ فراح سأله السؤال ده. بس قبل ما أقول السؤال عايز أقول لكم فكروا كده في الحتة دي. يقول حدث لما كان يشوع عند أريحة أنه رفع عينيه ونظر وشاف رجل مبارك جدا جدا ابن مبارك. امتى الواحد ممكن يشوف شخص بهي ورائع؟ وعلى فكرة يعني أنبا أنطونيوس أبو الرهبان بيقول لو شفت حضرتك رؤية استمر تشوف الرؤية، ما تتخضش وتتراجع وتقول لا أنا مالي ما شوفش أنا الحاجات العظيمة. طب ليه؟ أولا عشان ما تخسرش الرؤية، ثانيا لو طلع الرؤية دي فيها الشان لا سمح الله، أقول أنبا أنطونيوس بيقول ثبات ذهنك قدامه، لأنك هتبتدي تكلمه تقول له ألنا أنت أم لأعدائنا؟ لو أنت مش معايا باسم يسوع الناصري بنتهرك، وتخلص القصة وانت الايه؟ المنتصر، وتبقى عامل زي الضابط اللي طلع عليه ارهابي فرح مطلع الطبنجة ودافع عن نفسه وهزم الارهاب واستخدم سلطان ابناء الله، زي ما بيقول معلمنا بولس اله السلام سيسحق الشيطان تحت اقدامكم سريعا.
إذا عايز تشوف رؤية، عايز تبقى في حياة روحية أعلى ومستوى أعمق من الروحيات، اعمل زي يشوع أنه رفع عينيه ونظر، رفع عينه عكس الإنسان اللي رفع عينه إيه؟ إنسان باصص تحت رجليه، مش كده العكس برضو؟ إنسان باصص تحت رجليه بنسميه إيه؟ بنسميه ما عندوش بعد نظر، ما عندوش بعد نظر. دايما يقول لك نأكل ونشرب وغدا نموت، أنا إيش عرفني؟ وهكذا. فيشوع ادانا النهارده مثل رائع، إنه رفع عينيه ونظر. ولأنه رافع عينيه زي ما إليشع عرفنا عنه إن كان رافع عينيه على المجال الروحي اللي صعد فيه معلمه إيليا زي ما خدنا الأسابيع اللي فاتت، قال له لو فضلت عينك مرفوعة على المجال الروحي اللي أنا صعد فيه هيكون لك طلبك. إذن إيه هو الأتموسفير بتاع المعجزات أو الرؤية؟ إن دايما عيني تبقى إيه؟ مرفوعة، ودايما عيني تبقى على المجال الروحي. لكن لو الإنسان باصص تحت رجليه يقول لك يا عم يعني هو ربنا عمل لي إيه؟ ما أنا ما صليت وربنا ما استجابش، وأهو لما اشتغل في وسط الكفار ما تفرقش، وحاجات من هذا القبيل. أقول لا يا عزيزي، لازم نكون مرفوعين العين. ده كلمة الإنسان في اللغة اليونانية، سمعتوها مني مرات، ترجمتها الناظر إلى فوق، ناظر إلى فوق. طب لو بصيت تحت رجليك، ده الكائنات الحية الأخرى هي الغير عاقلة هي اللي بتبص تحت رجليها. ليه؟ لأنها غير منتصبة القامة، أصلها مش على صورة الله ومثاله، فهي دي اللي بص تحت رجليها على طول، وتأكل وتشرب وتتكاثر وغدا تموت. معقول إنسان على صورة الله ومثاله يسيب نفسه كده يتشابه مع أي كائن آخر؟ ما ينفعش أبدا، يسمى لا عقل. رفع نظره وعينيه، ودي بسميها عيون مرفوعة. وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده، رجل يبقى معنى الكلام إنه شايف شكل إيه؟ الإنسان، شايف شكل الإنسان. وسيفه مسلول بيده، فصار يشوع إليه وقال. طب راجل وعرفناها شايف هيئة إنسان، مش شايف شيطان ومش شايف ملاك، إنما شايف إيه؟ هيئة إنسان. طيب ماسك سيف ليه وبشكله المخيف المرعب ده؟ ليه ماسك سيف في إيده؟ طبعا القديسين قعدوا يقولوا لنا ده سيف الروح، ده سيف الكلمة. بس أنا عايز أقول يا جماعة، وإحنا بنفهم الكتاب ما ننساش المشهد اللي قدام عينينا. المشهد اللي قدام عينينا إيه؟ إن رجل قائد حرب خارج يتفقد أحوال الحرب عند أسوار أريحة اللي مش عارف يعمل معاها إيه، يبقى متوقع يشوف قدامه إيه؟ عسكري، ضابط، رجل حرب، هو ده اللي حصل. إذن ليه يشوع شاف رجل حرب قدامه ماسك سيف؟ علشان هو في حال الحرب، فالمسألة منطقية مع بعضها. سيفه مسلول بيده، فصار يشوع إليه وقال له. إيه الطمأنينة اللي كانت عند يشوع؟ وربما في البداية معرفش مين اللي قدامه. طب إزاي وهو مش عارف مين اللي قدامه يتقدم ناحيته؟ أقول يمكن عشان يشوع ماسك السلاح بتاعه، وفي الجعبة بتاعته السيف بتاعه، فمطمن وعارف إن الله معه وسيفه كمان معاه، يعني مطمن الرجل في كل الأحوال. فصار يشوع إليه وقال له هل لنا أنت أو لأعدائنا؟ طلع لأعدائهم، كان ممكن يشوع يروح إيه؟
مموته في ساعتها، أو يطلع يجري منه بقى ويسيبه يعني حاجة كده. هل لنا أنت أو لأعدائنا؟ هنا تمييز الأرواح، تمييز الأرواح. ممكن إنسان يظهر له يعني أحكي لكم الحكاية دي زي بعض. شوف، مرة كنت بصلي وكان واحد عليه أرواح شريرة كتير قوي، فشاف هذا الشخص روح شرير ولكن كان في شكل قديس من القديسين. وبعدين ربنا ادى حكمة وإفراز ان دايما ظهور قديس او حاجة سماوية تتعامل معانا، العلامة الاولى بتاعتها تملى الواحد بالسلام والطمأنينة والفرح في الروح. اما غير هذا السلام وغير هذا الفرح، يبقى الشخص ده حتى لو في هيئه ملاك، ودي قالها طبعا معلمنا بولس والعهد الجديد، قال لنا ان لا عجب ان الشيطان ممكن يغير هيئته الى ملاك نور. فتخيل لو شفت كده ملاك من نور وطلع الشيطان، طب لازم تعمل زي القديسات ما كانوا، والقديسين ما كانوا بيعملوا، يقولوا له ألنا أنت أو لأعدائنا. قبل كده الشيطان ظهر لقديسة فقالت له، هو أنت ربنا اللي بعتك ولا أنت خبيث وشرير؟ فقال لا أنا ربنا اللي بعتني. كان ظهر لها في شكل راهب. فقالت له طب لو أنت راهب عايز مني إيه؟ قال لها ربنا بعتني يقول لك هو مشفق عليكي من عدم الجواز والرهبنة. فبدأت إيه؟ تؤمن لكي تتعقل وتتعقل لكي تؤمن. بدأت تشغل عقلها إزاي يكون ربنا اللي أراد إنها تخرج للتكريس والرهبنة يكون هو ربنا اللي عايزها ترجع في النذر وتكسر الرهبنة وتروح بيتها تتجوز. فقالت له طب لو انت صحيح من ربنا، فين الصليب علامة جنديتك؟ فاتحرق واختفى وهرب من قدامها مباشرة. هكذا لابد أن يكون الأسلوب. هل لنا أنت أو لأعدائنا؟ مرة كنت في ماي وصليت قداس، وبعدين وانا خارج من القداس لا بيا ولا عليا، ابونا قال لي لازم تيجي تقعد معايا في المكتب شويه. فقلت له حاضر. وانا ماشي في الحوش جت واحده قالت يا ابونا لو سمحت ممكن اقول لك حاجه في ودنك؟ قلت لها اتفضلي. قالت يا ابونا بصراحه بقالي 10 سنين من ساعه ما مات جوزي وانا بيظهر لي كل يوم جوزي. فقلت لها وانت فرحانه كده بالظهور ده ولا ده مسبب لك خوف وفزع ورعب؟ قالت لي لا، خوف وفزع ورعب وملامحه مش كويسه ابدا شبه الشياطين. قلت لها طب خلاص خليني ايه اصلي لك. قلت باسم الرب يسوع، لقيت دي راحت وقع في الارض، ما كملتش كلمه وقعت في الارض. رشيتها بشويه ميه، رشمت الصليب 3 مرات، نفخت في وشها باسم الرب يسوع المسيح، قومها وشفيت. وقالت لي انا كنت متعجبه ازاي كده يحصل، ازاي بقالي 10 سنين ما اعرفش ان انا شخصيا عليا روح شرير. لان مفيش حد في الطبيعي بيبقى عينيه مفتوحه على مجال الروح إلا إذا دخل في المجال الروحي المقدس، يتملي بالروح يبتدي يشوف بقى ويبقى فيه رؤى وحاجات. إنما إذا عينيه الروحية عادية غير مدربة بالروح أقول يبقى مش هيشوف حاجة أبدا. فكون إنها بتشوف يا إما بالروح القدس يا إما لأنها مأزية بروح شريش، وقد كان هكذا. فلازم يبقى فيه الحكمة والإفراز، الحكمة والإفراز.
من ضمن الحكمة والإفراز إن الواحد يشوف إيه. أذكر برضو موقف، خليني النهاردة أحكي لكم الحكاية دي. بسأل الواحد برضو عليه الروح الشرير في مرة، فقال لي إيه الروح الشرير؟ قال لي أنا عايز أخرج منه. قلت له طب وما تخرج؟ قال لي بس من غير ما تحرقني، يعني أنا عايز أخرج بالهدوء والسلام. قلت له لا أنت كذاب، باسم ربي سوف أخرج منه بالعافية، وما فيش حاجة اسمها بالهدوء والسلام. ليه؟ لأن الروح الشرير كده بيكذب. أما يقول عايز هدوء وعايز سلام، لا هو يعرف الهدوء ولا هو يعرف إيه السلام، فما فيش كده. لازم يبقى فيه حكمة وإفراز وتمييز روحي. هقول كلمة تاني بعد عيون مرفوعة، عايز أقول إجابة موضوع، إجابة موضوع. آية 14 بتقول فقال كلا بل أنا رئيس جند الرب الآن أتيت. سؤال بيطرح نفسه، هل معقول كان هذا الشخص المهيب الرائع المبارك اللي ظهر ليشوع كان ممكن يكون أصغر منه في الرتبة العسكرية؟ يشوع قائد كبير، هو القائد الأعظم بعد موسى. هل ممكن كان نشوف رؤية الشخص اللي متشاف في الرؤية يكون أقل منه في الرتبة؟ يعني ما يصحش طبعا، ما يصحش. فلازم يكون إيه؟ أعظم منه، عشان يبقى إيه؟ الكبير عارف إن فيه الأكبر منه، فيبتدي يديله المهابة والتمجيد اللائق. فقال كلا أنا مش لأعدائك اطمن، بل أنا رئيس جند الرب الآن أتيت. سؤال كمان بيطرح نفسه، مين هو رئيس جند الرب اللي قدامنا في يشوع 5؟ السنكسار في القداس بيقول ده يطلع الملاك ميخائيل، وأنا النهاردة هقول ده مش الملاك ميخائيل. ليه؟ علشان في آخر القصة يقول إنه قال له اخلع نعليك. مين الوحيد اللي بيقول لشخص اخلع نعليك؟ على عينه وعلى رأس السنكسار، بس إيه الحق حق. فقال له أنا رئيس جند الرب. طب إذن الوحيد اللي قال لموسى النبي في خروج 3 اخلع نعليك في العلية، ووقت ما كان بيكلمه أقول كان ربنا إلهيم أدوناي الرب يهوى صباؤوت إيل شداي، الله القدير، الله رب الجنود. الله نفسه قال له اخلع نعليك. هتقول لي طب ليه نخليها للآخر؟ لكن لما ربنا نفسه يبقى هو اللي قدام يشوع مش الملاك ميخائيل، وبيقول له أنا رئيس جند الرب. طب ليه ما نمشيهاش الملاك ميخائيل ونقول أصله قال له بصراحة أنا رئيس جند الرب؟ طب ما يا جماعة الله هو رئيس جند نفسه، فهمتوها دي؟ من حقه يقول أنا رئيس جند نفسي. أنا ليه أخليه محدود كده وأحبس ربنا وأقول لا أنا مش عايز ربنا يقول أنا رئيس جندي؟ لا، ربنا من حقه يقول أنا رئيس جند نفسي، هي معناها كده وترجمتها كده، بل أنا رئيس جند الرب. طب ليه بيكلمه بالصيغة الحربية؟ قلنا في البداية عشان خاطر يشوع شايل هم الحرب مع أريحة. الآن أتيت. يا رب أنت بتيجي بسرعة ولا أنت بطيء؟ أقول ربنا لا يبطئ ولا يسرع. أمال ربنا هيجي إزاي؟ أقول لما يجي لإنسان في وقت ما ياخد قرار إنه جاي بيجي بسرعة، لكن الميعاد يبقى إمتى؟ بحسب حكمته،
ممكن ربنا يجي الإنسان بعد 20 سنة، بعد 40 سنة، لكن وقت ما بيجيله بيكون سريع جدا في اللحظة المهمة اللي هو رايح يقابل ابنه فيها. طب وفي المجيء التاني ده بقالنا 2000 سنة مش عارفين احنا في الأزمنة الأخيرة ولا لا؟ أقول في المجيء التاني زي ما الآية بتقول في وقته يسرع، في وقته يسرع، يعني لا هو بيتباطأ حاشا ولا هو بيستعجل كأي ابن بشر بيتعجل أي أمر أبدا، ربنا ما عندوش كده. لكن وقت ما يقول هو سيأتي مع السحاب وستنظره كل عين، لما ربنا يجي ملء الزمان والمعاد المعين المحدد لأنه يجي على سحاب السماء وتكون سماء جديدة وأرض جديدة، هيجي بسرعة جدا جدا بحساباتنا البشرية، هتكون بسرعة. يبقى في لحظة مجيئه هيكون سريع، إنما هيجي بعد قد إيه دي اللي ممكن تاخد وقت طويل بحسابات وعمر البشر. إذن ظهر الرب كرئيس جند لأن يشوع كان مشغول بحرب. ولكن ملفت للنظر في كلمة أنا رئيس جند الرب، إنه بيقول له إيه؟ أنا رئيس. رئيس يعني إيه؟ جايد. جايد يعني إيه؟ بص، يعني قائد. قائد. فبيقول له أنا معاكم بقى، مش أنت عرفت خلاص يا يشوع إن أنا ربنا؟ طيب أنا رئيس. طب رئيس إيه؟ واحد يقول رئيس الإيمان ومكمله. آه طبعاً ده في العهد الجديد. طب قدام يشوع بيقول له أنا رئيس إيه؟ بيقول له أنا رئيسكم أنتوا، أنا قائدكم أنتم. يعني اوعى يا يشوع بعد ما موسى مات تفتكر ان انت يا ابني ممكن في يوم من الايام تقف قدامك اسوار اريحه، فاعمل الحصار بالطريقه اللي انا هقول لك عليها واللي كلنا حافظينها. فسقط يشوع على وجهه الى الارض وسجد. سجد في اللغه العبريه سجد. انا عندي طبعا عهد القديم كله عبري في البيت. سجد هي كلمه سجد، سجود. ممكن نسميه مطنيه لما الواحد يسجد سجود التوبه، ممكن نسمي السجود سجود احترام لما نبقى بندي مطنيه للبطرك وللاسقفه، وممكن سجود لله وحده اسمه سجود العبادة، وهو ده اللي مكتوب قدامي دلوقتي سواء في العبري أو في العربي، هو ده اللي عمله بالضبط يشوع. سجد قدامه، والسجود لا يعطى للملاك ميخائيل. يبقى احنا مش بنظلم السنكسار، إنما بنتكلم في الحق اللي قدامنا، الحق الكتابي. وقال له بماذا يكلم سيدي عبده؟ كلمة عبده لا تعطى ولا يقبلها ملاك على نفسه، ده كمان سببه. يبقى أنا بدي مطانية، أو يشوع سجد قدام الله الظاهر في شكل إنسان قدامه وربنا قبل منه السجود. بعد شوية قال له إيه؟ قال له أنا عبدك. وكلمة عبدك ما يقدرش يقولها الملاك، والملاك ما يقبلهاش من إنسان. وقال له ماذا يكلم سيدي؟ تحب تطلب مني إيه بقى؟ عايز تقول لي إيه؟ افتكروا كده إبراهيم لما قال شرعت أكلم المولى وأنا التراب والرماد. فقال له بماذا يكلم سيدي عبده؟ وعايز أقول آخر كلمة، وإحنا بنقول حوار وقت الحصار، قلت عيون مرفوعة وإجابة موضوعة، آخر كلمة كلمة مسموعة، كلمة مسموعة. آية 15 بتقول فقال رئيس جند الرب ليشوع اخلع نعلك من رجلك. السؤال اللي بيطرح نفسه إيه حكاية النعل؟ ما انت عارف يا رب ان النعل اللي انا لابسه ده هو من جلد الحيوانات،
يقول آه طيب أنت فاكر عشان تاخد جلد الحيوان إيه اللي بيحصل؟ بيحصل ذبيحة، ذبيحة. دلوقتي بقى تقولوا لي في جلد صناعي، وتقولوا لي في حذاء صيني وحذاء طبي وحذاء مش عارف إيه، إنما أقول الجلد معناه ذبيحة. طب في وجود الله نفسه الذبيح الأعظم، مفيش معنى ولا ضرورة لوجود ذبيحة، لأن هو الذبيح الأعظم. لكن في لفت نظر مهم جدا في الحتة دي، بيقول له اخلع نعلك، قالها لموسى قبليه. يبقى انا عرفت ان اللي كلم موسى وقال له اخلع نعلك هو اللي بيكلم يشوع وقال له ايه نفس العبارة. يبقى اكدنا الفكرة انه ده مش الملاك ميخائيل. لكن اخلع نعلك، النعل هو اللي بيتلامس مع ايه؟ مع الارضيات، بيتلامس مع الارضيات. فبيقول له انت يا ابني في محضري انسى كل اللي وراك واللي قدامك، انسى كل ارتباطاتك الروحية. علشان كده أتعجب جدا لما ألاقي واحد يجيله تليفونه ولا واحدة وهو قاعد جوه صحن الكنيسة. أنا اللحظة اللي طلعت فيها التليفون دلوقتي الموبايل من قبل ما أبدأ الأسئلة عشان أكتم صوته، في مفتاح كده يكتم جميع أنواع الأصوات اللي في الموبايل، فرحت دايس عليه. لكن جوه بيت ربنا اخلع نعليك، كل ارتباطاتك الزمنية اخلع نعليك، ارتباطاتك بالأكل والشرب وهم الحياة والأبناء والزوجة اخلع نعليك. انت في محضر مين؟ ملك الملوك ورب الأرباب. عشان كده دايما بأكد وبقول وإحنا واقفين نرفع ايدينا قبل ما ينزلها الموت ونبدأ صلاة ونتكلم معاه، نبتدي نقول له أنت ملك الملوك، لك القوة، لك المجد، لك العزة إلى الأبد، أنت قوتي، أنت تسبحتي، ونمجد فيه على قد ما نقدر، لأنه الوحيد المستحق انه ياخد المجد والتكريم. فقال له اخلع نعلك من رجلك، سيب لنفسك خالص بقى يا يشوع، ارمي يا ابني ارتباطاتك دي على الارض، لا سيوف ولا اعتاد، ولا تعمل زي داود النبي وتعد الجيش وتعد الناس، ولا تغلط غلطات من هذا النوع، كل ربطاتك الارضيه اركنها على جنب، لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس. يا أحبائي ده كمان إثبات إن ده مش الملاك ميخائيل، لأن الملاك ميخائيل عمره ما يقول لإنسان اخلع نعلك، لأن المكان اللي أنت واقف فيه في محضري أنا الملاك ميخائيل مقدس، ما يقدرش يقول كده لإنسان، لأن الملائكة الأبرار يعطوا دائما المجد لله، بيرجعوا المجد ليه. ففعل يشوع كذلك. زي ما قلت لكم في الأسئلة، السيد المسيح كانوا بيفهموه صح، مهما كان الفهم ده نوعه ايه هيوديه لايه. المرة دي يشوع فهم اللي واقف قدامه صح. طب ليه يا رب معاك سيف؟ اقول علشان دايما ربنا تشوفوه مثلا في رؤية 19 سيف خارج من ايه؟ من فمه. سيف خارج من الفم، يعني الكلمة اللي بيقولها ربنا زي ايه؟ زي السيف، ما تقعش الارض ابدا. طيب كلام ربنا اللي في الكتاب المقدس عبارة عن ايه؟ سيف هي رخرة، سيف ماضي ذو حدين، يعني حد بيخترق القلب ونياته، والحد التاني ايه؟ تقول لي بيحمي، بيدافع، بيخلص وراه، بيعمل اللي بيعمله. الكلام ماشي بالشكل ده. فباستمرار فكروا في هذا المشهد الرائع، يشوع رفع عينيه لفوق، واحنا عايزين تبقى عيون مرفوعة وإجابة موضوعة من ربنا نفسه
وكلمة مسموعة. قبل ما أختم أقول العلامة القديس أورجانوس قال كلمة حلوة قوي، قال عرف يشوع بالروح ليس فقط من عند الله، إنما ليس فقط إنه من عند الله يعني رئيس جنده، إنما هو الله نفسه، فإنه ما كان يعبده يعني يخلع النعلين ويسجد ويسمع كلامه ويقول له سمعا وطاعة، ما كان يعبده لو لم يعرف أنه هو الله. يبقى كمان العلامة أورجانوس يؤكد أن اللي كان قدام يشوع بن نون هو الله نفسه في ظهور للتجسد، في ظهور في تجسد كده مؤقت تمهيدا للتجسد. ربنا يديني ويديكم كل نعمة وبركة، ليه المجد من الآن وإلى الأبد آمين.